منذ 7 أكتوبر تقريبا، والمستوى الأمني والعسكري والسياسي على خلاف دائم. ولاحظنا أن الحكومة الإسرائيلية على رأسها نتنياهو وسموتريش وإيتمار بن جفير لغاية هذه اللحظة ما زالوا يحملون المسؤولية الكبيرة للجيش للإخفاقات وعدم تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها. لطالما أن الأهداف لن تحقق ودخلنا الشهر 9، ما زال المستوى السياسي يرى بأن هذا إخفاق كبير، مثل القضاء على حركة حماس أو على سبيل المثال عودة الأسرى المحتجزين الإسرائيليين أو عودة الأمن والأمان. هذه الأهداف الثلاثة لطالما هي بقيت، ينظر المستوى السياسي بأن الجيش مقصر وأن الجيش يعني فقد الثقة في طريقة التعامل في داخل قطاع غزة. هذا من جانب. من جانب آخر، الجيش منذ أن بدأ هذه المعركة، وهذه غرابة، بمعنى حكومة الطوارئ أصلا يعني بالمفهوم الطوارئ يتعارف عليه في كل الحروب بأن الجيش هي التي تدير البلاد، لكن في نمط ما نشاهده في هذه الحرب أن نتنياهو والمستوى السياسي هم الذين يديرون هذه الحرب، وحتى من خلف الكواليس موتريش وإيتمار بن جفير الذين يحاولون يضغطون على نتنياهو. إذن الجيش أصبح في داخل قطاع غزة لديه تقصيرات ولديه قيود بالصلاحيات.